السلام عليكم، مدرب المهارات معاذ الشحمة. عن شو راح نتكلم خلال هذا الفيديو؟ راح نتكلم عن موضوع الـ API Application Programming Interface. شو هو الـ API؟ ليش مهم اليوم نستخدم الـ API؟ وشوية أمثلة عن الـ API. بداية، شو هو الـ API؟ مثل ما اتفقنا، الـ API هو عبارة عن Application Programming Interface، بمعنى واجهة برمجة التطبيقات. شو يعني هذا الكلام؟ مثلا إذا قلنا أنه Graphical User Interface، اللي هو شو عبارة عن شو؟ انت بترسم وتصمم الواجهة المستخدم، والمستخدم مش ضروري يعرف انت شلون صممت الواجهة، هو عليه المستخدم يتعامل مع الواجهة او يتفاعل مع الواجهة. نفس المبدأ على البرمجيات بالنسبة للمطورين أو المبرمجين. طبعا في كثير مراجع بتقدر ترجع لها بالويب. إذن هو وصف العناصر البرمجية حسب وظائفها ومدخلاتها ومخرجاتها. يتمثل الهدف الرئيسي منها في توفير قائمة من الوظائف المستقلة تماما عن الآلية التي نفذت بها، لتتيح للآخرين التواصل معها من خلال أي آلية أخرى. شو يعني هذا الكلام؟ طبعا رجعت لهذا الموضوع كثير من الشركات التقنية الضخمة. مثال عليها فيسبوك، اليوم عندها API، تويتر عندها API، جوجل عندها API، جوجل ماب عندها API. أضخم الشركات اليوم عم تتعامل بالـ API. ليش؟ طبعا الـ API بيوفر security للداتابيز، ما بتقدر توفرها بالبرمجة المباشرة. هاي واحد. اثنين، بالـ API انت بتتعامل مع لغة البرمجة اللي انت بتفضلها، والمستخدم او المطور بيتعامل مع لغة البرمجة يلي هو بفضلها. بالتالي انت ما قيد برمجتك ولا برمجة المطور. طبعا في كثير فوائد للـ API. شايف عندك أمثلة فيسبوك، Graph API، جوجل ماب API، ويندوز API، تيليجرام API. في كثير شركات بتتعامل مع الـ API اليوم. طبعا من أشهر الأمثلة على الـ API اللي هو RESTful API والسوب API. السوب قديم شوي، الRESTful حديث شوي. إذن خلينا نرجع. عندي بالـ HTML نحن اتفقنا انه عندي، إذن الـ API هو Application، تطبيق، Interface، واجهة، Programming، برمجة. إذن في عندي ثلاث طبقات من الـ API، اللي هي Database، هاي بتكون مخفية مش مبينة للمستخدم أو المطور. الـ API اللي هو الواجهة، والبرمجة اللي هي هون بتستخدمها. يعني مثلا ممكن الـ API انت تربط فيه تطبيق مع قواعد البيانات تبعك، وممكن نفس الـ API تربط فيه ويب مع قواعد البيانات تبعك، ايضا اكثر من برنامج، اي برنامج ويب اكسس
اللي هي البرمجة، بتواصل مع الاي بي اي مباشرة، الاي بي اي بتواصل مع الداتابيز. اذا هذا هو الاي بي اي بشكل مبسط. شو هو الريست او الريستفول اي بي اي؟ في عندي الداتابيز بتتواصل مع الويب سيرفر، الويب سيرفر بتواصل مع الريستفول اي بي اي، والاي بي اي بتواصل مع تطبيق الويب سايت تبعك. طبعا بالاتجاهين، بمعنى انه الويب سايت ببعث ريكوست للريستفول اي بي اي، الريستفول اي بي اي بتعامل مع الموضوع الباك اند هات كله وبرجع له ريسبونس. شو هي استجابات ال HTTP؟ طبعا في عندي كثير ممكن امور ترجع لها بموضوع الاي بي اي، برامج كثير بتسهل عليك العمل مثل البوستمان، الانسومنيا، ايضا في كثير برامج تتعامل مع الاي بي اي. على سبيل المثال البوستمان، البوستمان شو بيعمل؟ بيعطيك التعامل مع الاي بي اي بشكل مباشر. طبعا في عندي مثل ما اتفقنا انه في عندي بال HTTP استجابات اللي هي مثل الجيت، البوست، البوت، الديليت، في ايضا الباتش، الاوبشنز. اذا جيت وبوست وبوت وباتش وديليت اوبشنز، كل هاي هي HTTP methods. قلنا الجسون اللي هو بنعتبره الاي بي اي، العميل بيطلب استجابة بالجسون وبترجع له الجسون ريكويست وريسبونس بالجسون اليوم مع الاي بي اي الحديثة. هون طبعا انتقلنا لموضوعين اللي هن الجسون والاكس ام ال، اكستندد ماركاب لانجويج والجافا سكريبت اوبجكت نوتيشن. الاكس ام ال هي قديمة، كانوا يستخدموها ببرمجة التطبيقات مشان تعمل اي بي اي، اليوم عم يتعاملوا مع الجسون. طبعا الريكوست والريسبونس الاثنين عم بيكونوا بالجسون، بيرسل وبيستقبل بالجسون. الاي بي اي شو مهمته؟ يتواصل مع السيرفر، بيرسل ريسبونس عن طريق ميثودات ال HTTP اللي هن الجيت او البوست او الباتش او البوت او الديليت او الاوبشنز، بيرجع له الاستجابة. نفس الموضوع اذا قلنا انه هي هاي الميثودات تبع ال HTTP. طبعا ال HTTP هو بروتوكول لل URL Unified Resource Language. ال HTTP هو Hypertext Transfer Protocol اللي عن طريقه ترسل الفايلز او التكست على الرابط. طبعا هذا المثال بتفهم المواضيع هاي اكثر بترجع لدورات تطوير الويب، ال HTML، الجافا سكريبت، ال CSS، ايضا البرمجة بلغة ال PHP والقوائم التشغيل الثانية اللي طرحناها بقوائم التشغيل، تقدر ترجع لها لتفهم الموضوع بشكل مفضل، يعني بشكل مفصل اكثر من هيك. اذا عندي هذا الميثودات تبع ال HTML، الريستول مثل ما تكلمنا ممكن تعمل فاير وول للحماية، جدار ناري قبل ما يوصل للاي بي اي. الاي بي اي بيعمل عمليات الجيت، البوست، البوت، الديليت، عمليات ال HTTP، بعدين بيتواصل مع السيرفر وبيعطي الريسبونس ترجع عن طريق الريستول اي بي اي. في عندي موضوع اللي هو كرود بقواعد البيانات. اذا تعاملت مع قواعد البيانات طبعا تقدر ترجع لدورة السكيو ال والنو سكيو ال والمونجو دي بي، بتفهم الجيسون اكثر وموضوع اللي هو موضوع قواعد البيانات بشكل افضل من هيك، بشكل مفصل ومشروح اكثر. الكرود هي اختصار لعملية كرييت ريد ابديت ديليت. شو يعني هذا الكلام؟ بمعنى انه سي كرييت يعني تنشئ جديد، الريد تقرأ من قواعد البيانات او فيو، اليو ابديت او تحديث او
تحديث بيانات الدي اللي هو ديليت حذف. اذا هاي العملية اشهر شيء عمليات بتصير على قواعد البيانات اللي هن الكرود، الاربع عمليات هدول كرييت ريد ابديت ديليت. كمان مثل ما تكلمنا عندي الجيسون والاكس ام ال، الفرق بيناتهم انه الجيسون هو نوتيشن بينما الاكس ام ال هو مارك اب. الجيسون حديث ظهر مع الجافا سكريبت، الاكس ام ال قديم ظهر مع الاتش تي ام ال والاكس اتش تي ام ال. الاكس ام ال اللي هو اكستندد مارك اب لانجويج. شو هو الجيسون؟ طبعا راح يبدو عندك على هذا الشكل. الجيسون اللي هي الدوكيومنت او الوثائق، طبعا شرحناها بشكل مفصل بدورة الجافا سكريبت، تقدر ترجع لها تفهم موضوع الجيسون بشكل افضل. الاكس ام ال راح يبين معك على هذا الشكل، كمان ذكرناه سابقا بدورات ال اتش تي ام ال. الاكس ام ال اللي هو مارك اب راح يكون بهذا الشكل، كمان تقدر ترجع له بالدورات مستقله. في عندي استجابات ال اتش تي تي بي، راح يظهر معك هاي الارقام من خلال تعاملك بالاي بي ايات. بال اتش تي تي بي راح يظهر معك اثنين اللي هي ارقام الميتينات، الثلاثميات، الاربعميات، وفي ارقام الخمسميات. شو يعني هذا الكلام؟ الميتين في عندي الميتين اوكي، وفي عندي الميتين واحد كرييتد. طبعا راح تفهم هاي المواضيع اكثر اذا اشتغلت بالاي بي اي. وفي عندي البوستمان تقدر يعني بيسهل عليك موضوع التعامل مع الاي بي اي بشكل مبسط. شايف عندك البوستمان شيء جميل بالتعامل مع الاي بي اي، شايف هون تختار له نوع الميثود تبع ال اتش تي تي بي، هون الرابط، وهون بتعمل له البرامج اللي بدك تبعثها عن طريق الرابط او الفايلز الملفات، يا اما بالبودي يا اما بالهيدرز يا اما بتعمل له اوثنتيكيشن كمان. يعني عمليات الاي بي اي كلها موجوده بالبوستمان. في عندي كمان الانسومنيا تقدر ترجع له، برنامج الانسومنيا. ايضا الانسومنيا برنامج عمله شبيه بالبوستمان بيتعامل مع الاي بي ايات. كمان عندي موضوع الانسومنيا، بالضبط هذا هو انسومنيا، ايضا بيسهل عليك التعامل مع الاي بي اي. وفي كثير برامج ممكن ترجع لها. انسومنيا شايف بيعطيك بيشرح لك شو هي انواع الاستجابات. الميتين هي اوكي، الميتين واحد كرييتد سكسسفولي. ايضا عندي يعني هاي المواضيع بدك تفهمها افضل لازم تطبق بايدك مشان تفهم يعني شو معنى الاستجابات هدول الارقام. شايف عندي اذا الجيت، البوست، الديليت، البوست، البوست، البوت الى اخره. عندي هذا الجيسون الاستجابة. ايضا هون التست بيعطيك النتائج. اذا برنامج الانسومنيا وبرنامج البوستمان جيدين جدا بالتعامل مع الاي بي اي.
إذا مثل ما ذكرنا الميتين هي أوكي، 201 created، 202 accepted، 204 no content. في عندي الثلاثميات، عائلة الثلاثميات، شايف documentation تقدر بتسهل عليك موضوع التعامل مع البوستمان، أيضا تقنيات البوستمان بالتعامل مع الاي بي اي. مشروع كل شيء بالدوكيومنتيشن تقدر ترجع له مشان تتعامل مع برامج البوستمان وغيرها من برامج التعامل مع الاي بي اي. ايضا عندي بنرجع لموضوع اللي هو استجابات ال HTTP. في عندي عائلة 300 اللي هي 301 moved permanently، انتقل بشكل دائم او مؤقت، و 302 moved temporarily اللي هي انتقل بشكل دائم. في عندي عائلة الاربعميات كمان اللي هي 400 bad، 401 request authentication، 403 forbidden، و 404 اكثر شيء مشهورة اللي هي not found، لم يجد الصفحة. ايضا في عندي استجابات، هدول اشهر شيء يعني بالاستجابات، عائلة المية اللي هي informational معلوماتية، عائلة الميتين اللي هي success، عائلة الثلاثمية اللي هي redirect وإعادة توجيه، عائلة الاربعمية هي client error اللي هي خطأ من العميل، وعائلة الخمسميات هي server error، خطأ من السيرفر. إذن هذا الريستفول تكلمنا عنه. في عندي عائلة الميتين، عائلة الثلاثمية، وعائلة الاربعمية، في عائلة الخمسمية كمان ايضا من HTTP status code. في عندي الخمسمية وفي عندي الخمسمية وثلاث. طبعا اشهر شيء اللي هو 404. بموضوع الـ API. إذا هيك ذكرنا شوي معلومات عن الـ API، شو هو الـ API، شو أنواع الـ API RESTful SOAP، شو اللي بنستخدمه الميثودولوجي بالـ API الجيسون والـ XML. أيضا تكلمنا عن يلي هو استجابات الـ HTTP أو الميثود تبع الـ HTTP الـ GET POST BOT BATCH DELETE OPTIONS. تكلمنا عن الـ CRUD. ايضا تكلمنا عن الاستجابات تبع الويب اللي هي عائلة الميتينات، الميات، ميتينات، ثلاثميات، اربعميات، خمسميات. ايضا بنيجي لموضوع اللي هو قواعد للريستفول اي بي اي. في عندي كونسترينز للاي بي اي اللي هن ستة كونسترينز، كليانت سيرفر لازم يكون في عندي، ايضا الكاتش للاي بي اي، وايضا ستيتلس، وايضا يونيفورم كونتراكت، وايضا لايرد سيستم بشكل طبقات، وايضا كود اون ديماند يعني الكود تحت الطلب، مش دائما الكود بيكون شغال، الكود فقط تحت الطلب. وهذا هو موضوع الاي بي اي، ليش انتشرت هاي التقنيات بشكل كبير جدا. ستيتلس، يونيفورم كونتراكت، كاتش، كليانت سيرفر، واللايرد سيستم، وايضا الكود اون ديماند. هدول القواعد تبع الريست او الريستفول اي بي اي. طبعا بتقدر تعمل سيرش بالجوجل بيشرح لك هاي القواعد بشكل مفصل مع امثله ايضا لكل قاعده من هاي القواعد. طبعا هدول القواعد اذا بدك الاي بي اي ينبنى بشكل صحيح لازم يمشي على هدول الست قواعد اللي هو كليانت سيرفر، سيرفر العميل، وايضا الكاتش، كاتشبل، يكون في امور تنحط بالكاتش ما بتختفي، يعني بحافظ عليها لمده معينه من الزمن. ايضا عندي ستيتلس، الحاله مش ستيتفول، ستيتلس اقل ما يمكن بيصير عندي التغيير بالحاله. ايضا يونيفورم كونتراكت واللايرد سيستم بشكل طبقات، النظام بيكون بشكل طبقات، والكود اون ديماند. اذا هاي هي constraints تبع الريستفول اي بي اي. نيجي لموضوع مهم ايضا به اللي هو الاي بي اي ديزاين باترنز، نماذج او نظريات تصميم الاي بي اي. طبعا هي كثيره جدا، وانما اشهرها
في عندي الاوث ان والاوث زد اللي هي بتستخدم الكي بالاي بي اي. ايضا في عندي ديزاين باترن مشهور جدا اللي هو الاو اوث 2.0، كمان مشهور هذا التصميم. ايضا في عندي اللي هو شو يعني authorization request، بيطلب authorization grant، هنا موري البنك مثال يعني، وماي بوكس ابلكيشن تطبيق، وهنا البنك بيطلب request بيرجع له استجابة، بيطلب grant هاد authorization بيرجع له access token. الاكسس توكن هذا هو اللي بتعامل معه بالعملية النهائية، بيبعثه وبيرجع له protected resource، ريسورس محمي. اذا هو بيتعامل مع الاكسس توكن هو مفتاح الموضوع هذا كله. طبعا اشهر شيء اللي هو الاو اوث 2.0. ايضا في عندي موضوع الفيرجنينج مشهورة جدا بالديزاين باترن تبع الاي بي اي. اذا هاي تصميم او نظريات التصميم تبع الاي بي اي، تكلمنا عن كثير مواضيع بالاي بي اي. اذا تكلمنا سابقا عن القواعد او قيود الريستفول اي بي اي، تكلمنا عن اشهر نظريات تصميم الاي بي اي. نيجي لموضوع الهايبر ميديا مثلا. في مصطلحات مشهوره كثير بالاي بي اي، بالنسبه للاي بي اي في عندي الهايبر ميديا مثلا. الهايبر ميديا في عندي شو الفرق بين الهايبر ميديا والهايبر تكست ميديا او الهايبر تكست؟ الهايبر تكست نفس الهايبر ميديا، اللي هو بدل ما تقول HTTP صار في عندي الهايبر ميديا بال HTTP، يعني في عندي تكست بينقل على الرابط، وايضا في عندي فايلز بتنتقل على الرابط، فايل سواء صور صوت فيديو ايا كان وات ايفر هي هايبر ميديا. طبعا في عندي انواع كثيره للهايبر ميديا مشهوره جدا، في منها مشهور جدا مثل الاوبر مثلا، يعني الاوبر مشهور جدا اليوم. في عندي كثير انواع، في عندي السيرين، في عندي الاو داتا، الاو داتا اللي هو اوبن داتا بروتوكول مشهوره جدا بالهايبر ميديا. ايضا في عندي اللي هو الهال، الهال كمان مشهور، ابلكيشن كود، كود التطبيق، ابلكيشن بروجرامينج انترفيس الاي بي اي بيجي هون. تحت الاي بي اي في عندي الريتوس والميدل وير، طبعا هدول للحمايه، الهال ابستراكشن لاير، هون طبقه الهال ابستراكشن لاير. في عندي درايفرز والبورد سبورت والهاردوير. اذا هذا الديزاين او الاركتكتشر تبع الهول. طبعا في كثير كمان غير الهول، في عندي الاتوم، الاتوم مشهور كثير بالنسبه للهايبر ميديا. طبعا هون احنا ذكرنا انه هذا الاوث كليانت ابلكيشن، الاب تطبيق، اكسس سيرفيس، ريسورس اونر، جرانت اكسس، اوثرايزيشن سيرفر، اكسس داتا، ريسورس سيرفر بيعطي ديليجيت اوثنتيكيشن اوثرايزيشن، بيرجع الاسو اوث كود مع الاكسس توكن اللي ذكرناه بالاوث 2.0. طبعا اهم شيء بالموضوع اللي هو الاكسس توكن او مثال الكي، يعني انت معك المفتاح بيقدر يعمل لك الاستجابه او الريكوست الريسبونس، بينما اذا المفتاح غير مطابق للاكسس توكن طبعا هو بيرفض او بيعطيك ايرور من اكواد الايرور حسب الايرور اللي موجود، فما بيعطيك الاكسس سيرفيس الوصول للخدمات. في عندي الاتوم كمان ايضا بالاي بي اي مشهور جدا، شرح للاتوم ليش الاتوم اسهل شيء للنقاش بالاي بي اي بتغيرات النصوص من الكود ثيمز. طبعا ظهرت معي 404 اللي هي البيج نوت فاوند، ذكرناها سابقا. في عندي الاتوم مشهورة بالهايبر ميديا والهايبر، شوف عندي الفرق بين الملتي ميديا والهايبر ميديا. الملتي ميديا هي الحقيقية، بينما الهايبر ميديا هي عم تكون مثل فايل بينما مبعوث كمستند عن طريق ال HTTP. الهايبر ميديا الفايل وات ايفر شو ما كان، اللي هو صوت صورة ايا كان، اوديو فيديو صورة ايا كان، عم بيكون اسمه هايبر ميديا.
كمان عندي في موضوع مهم. طبعا ذكرنا الهايبر ميديا، انواع الهايبر ميديا، في عندي السيرن، الجيسون ال دي، الجيسون اي بي اي، في عندي الماسون، الاوبر، الاو داتا، الهال، الاتوم. طبعا الماسون كمان قويه جدا بالهايبر ميديا، الجيسون اي بي اي والجيسون ال دي، السيرن، الاو داتا، الهال ذكرناها، الاتوم والاوبر مشهور جدا بالهايبر ميديا تايبس، انواع الهايبر ميديا. نيجي لموضوع المهم جدا اللي هو في عندي، اذا ذكرنا الهايبر ميديا، الدوكيومنتيشن مهم جدا بالاي بي اي. شلون تعمل دوكيومنتيشن صحيح بفهم الديفلوبر شلون يتعامل مع الاي بي اي. ايضا في عندي بالاس دي كي ديزاين، لما تصمم اس دي كي سواء للتطبيقات الجوال او ايا كان، اللي هي سوفت وير ديفلوبمنت كيت، الاس دي كي بتعمل تصميم للاس دي كي. في عندي قانون مهم جدا بالاس دي كي ديزاين اللي هو السبويل. السبويل هاد يعني يفضل انك تعمله بتصميم الاس دي كي او بالدوكيومنتيشن تبع الاس دي كي. شو يعني السبويل؟ السبويل لازم يكون في عندك سوسنت، ايضا بربوسفول ذو هدف، اوبن سورس مفتوح المصدر، وايضا ايديوماتيك ولوجيكال منطقي. ايديوماتيك يعني راح يكون في عندي مصطلحات ومختصرات، ايضا عندي مفتوح المصدر ذو هدف، وايضا سوسنت. اذا السبويل دائما حطها ببالك بتصميم الاس دي كي او دوكيومنتيشن تبع الاس دي كي. ايضا في عندي دوكيومنتيشن تبع الاي بي اي. اذا هيك تكلمنا عن كثير امور بالاي بي اي، موضوع الاي بي اي، تكلمنا عن السبويل، بيقول لك هون سبويل يور يوزرز وذ جريت هيلبرز لايبرز اي بي اي استراتيجي شيكاغو، مكتبات مساعده عظيمه، وايضا العديد من البقي انكمبليت، تفتقد لاستخدام الاي بي اي اكثر من اي شيء اخر، حتى الاسوأ انه بتنكتب بطريقة احترافيين، مثلا لغة البايثون، مكتبة البايثون مثل الجافا. العديد من المستخدمين بيعرفوا الاي بي اي، لكن بعض الحلول ممكن توفرها للسبويل. سبويل شلون بتعمل مكتبات sufficient purposeful open source idiomatic ولوجيكال، مشان تجعل المستخدمين يعيشوا يعني بشكل اسهل قليلا ما، نوعا ما اسهل بالتعامل مع الاي بي اي تبعك. اذا تكلمنا عن كثير امور بالاي بي اي، تكلمنا عن الاي بي اي، شو انواع الاي بي اي اللي مشهوره جدا؟ السوب اللي بتستخدم الاكس ام ال، الريست او ريستفول اللي بتستخدم الجيسون، في عندي الاتش تي تي بي ميثود اللي هن الجيت، البوست، البوت، الباتش، ديليت، الاوبشنز، عمليات الكرود على الداتابيز. عندي الاتش تي بي بتتعامل مع الفايلز والتكست. ذكرنا ايضا موضوع استجابات السيرفر اللي هن الميات، الميتينات، 300، 400، 500. ايضا ذكرنا موضوع اللي هو قواعد الستة للريستفول اي بي اي، كليانت سيرفر اركتكتشر، ستيتلس اركتكتشر، كاتشابل، لايرد سيستمز، كود اون دوماند، ويونيفورم انترفيسز. كمان ذكرنا اللي هو اشهر شيء بنظريات تصميم الاي بي ايات، الاوث ان، اوث زد، او اوث 2.0 والفيرجننج. ايضا ذكرنا انواع الهايبر ميديا المشهوره، في عندي السيرن، جيسون ال دي، جيسون اي بي اي، ماسون، اوفر، او داتا، هال، واتوم. ايضا ذكرنا موضوع الدوكيومنتيشن المهم جدا بالاي بي ايات والتوثيق للاي بي اي، الاس دي كي وتصميم الاس دي كي، وايضا نظرية مهمة جدا اللي هي السبويل. لما تصمم اس دي كي سبويل اللي هي sufficient purposeful open source idiomatical وايضا logical. اذا هاد كان فيديو الاي بي اي application programming interface، كان معكم مدرب المهارات معاذ الشحبة، والسلام عليكم ورحمة الله.